ألف مليون مبروك مرة تانية لكل جماهير النادي الأهلي، حصول النادي الأهلي على البطولة الأفريقية للمرة السادسة عشر في تاريخه. دلوقتي معايا طبعا نجم نجوم الكرة الطايرة بالنادي الأهلي كابتن أحمد صلاح، ببارك لك ألف مليون مبروك، بطولة الحقيقة تستحقوها، عملتوا مجهود كبير جدا، شايف البطولة دي إزاي خاصة إن هي كانت على أرضنا ويمكن غابت عننا السنة اللي فاتت، ولكن الحمد لله يعني رجعت لنا مرة تانية السنة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه اقول مبروك النادي الاهلي ومبروك مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب، مبروك للجمهور العظيم اللي شرفنا النهارده، وبصراحه 70 80% من مكسب النهارده الجمهور، اقول لهم الف شكر. طبعا بطوله مهمه جدا، اولا هي بطوله في النادي وده بيبقى طبعا عليه ضغط على اللعيبه كتير، او في ناس اول مره يلعبوا البطوله ديت في النادي، فطبعا اكيد بيبقى ستريس عليهم جامد، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نخرجهم بره الاجواء ديت، والحمد لله عملوا يعني ادوا بشكل كويس جدا. كمان كنا عارفين اهميه البطوله ديت، ان طبعا اكيد ما هي مؤهله لكاس العالم للانديه، وكان بعد غياب 11 سنه، فما ينفعش تبقى البطوله عندنا وما نوصلش لكاس العالم للانديه، حتى لو كانت بره النادي كان هدفنا ان احنا نوصل كاس العالم للانديه، والحمد لله ربنا كرمنا يعني. كابتن احمد مولودي ابو سالم اكيد كان خصم مش هين ابدا، خاصه ان هو حاصل على لقب السنه اللي فاتت قدام الزمالك، حضرته ازاي لماتش النهارده؟ الحقيقه كان بتتمتعوا بهدوء كبير جدا في ارض الملعب على الرغم من ضغط التيم الثاني، ولكن قدرتوا بكل سهوله ان انتوا تخلصوا مباراه النهارده. والله طبعا اكيد طبعا فرقه ما كانتش وصلت النهائي لو هي مش كويسه، يعني طبعا اكيد فرقه محترمه احترمناها وذكرناها كويس، عشان كده الحمد لله الماتش الناس ممكن تشوفه ان هو سهل، لكن الموضوع احنا كنا نازلين حافظينهم كلهم، فده اللي سهل الماتش، وكمان هم فعلا حامل اللقب السنه اللي فاتت، فطبعا لازم نديهم اهميه، فالحمد لله يعني ده اللي احنا فعلا نفذناه، عشان كده الماتش طلع بالشكل دوت، يعني لكن هو مش ماتش مش سهل ولا حاجه، لكن احنا قدرنا ننفذ المطلوب مننا، وعرفنا نقطه ضعفهم ايه وقوتهم ايه، عشان كده الحمد لله الماتش مش زي ما احنا عايزين. اقل من شهرين يا كابتن احمد، يمكن ثلاث القاب ورا بعض، النادي الاهلي مستني منكم الاكتر والاكتر، يعني خلاص يمكن ما عندكمش وقت للراحه، تقدروا تفرحوا النهارده تاجزوا بكره، بعد كده السبت والحد يمكن هتحضروا لطبعا بطوله جديده وهي كاس مصر، يعني يمكن الضغط ده بتتعاملوا معاه ازاي خاصه ان انتوا لازم تغلقوا الصفحه دي وتحضروا للي بعدها؟ اكيد طبعا زي ما انت قلتي كده، انا فعلا النهارده هنفرح، بكره راحه، بعد كده هنخش معسكر للسيمي فاينل والفاينل الكاس. دي سوق ده عادي، الاهلي احنا متعودين على كده، النادي الاهلي عودنا على كده من زمان، ان احنا عندنا بنخش على طول اربع بطولات في السيزون، فده طبيعي يعني، فالحمد لله اللعيبه كلها عارفه كده ان الموسم في اخر شهر، احنا من اخر رمضان لعبنا ثلاث بطولات يعني بالظبط في 20 يوم، ف يعني احنا هدفنا دلوقتي اللي بنفكر فيه ان احنا لازم ان شاء الله نصالح الجمهور ومجلس الاداره، اللي احنا هدفنا ان احنا ناخد اربع بطولات باذن الله. اخيرا رساله لجماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده في ظهركم النهارده ودعموكم بشكل كبير. لا بجد عايز اقول لهم الف شكر بجد ان هم وقفوا جنبنا، وابداع ده يعني نثبت المكسب النهارده ب 80 90% هو الجمهور، الناس حست بقيمه نفسهم ان فعلا في ناس في ظهرهم، وفعلا ما احنا طلبناهم ما تاخروش، فانا بقول لهم الف شكر، وان شاء الله نكمل الرباعيه ودي تبقى اقل حاجه نقدر نقدمها لكم يعني. نورتنا وشرفتنا يا كابتن احمد، الف مبروك مره ثانيه.